بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على احد العلوم الحديثه وهو علم النانو تكنولوجي. والنانو تكنولوجي داخل في العديد من المجالات. هنتكلم النهارده تحديدا على التطبيقات المختلفه للنانو تكنولوجي في مجال الطب. والتوبيك ده مقسمه الى تو بارتس. البارت الاولاني بتطرق للطب بصفه عامه، البارت الثاني بتطرق للانتي ميكروبيال افكت للنانو تكنولوجي او للنانو بارتكلز في البكتيريا. قبل ما نتكلم في تعريف النانو تكنولوجي، بنقول ان النانو تكنولوجي بيدخل في العديد من الصناعات. فعلى سبيل المثال في الدرماتون دوت ناتشرال فورمولا للوقاية من الشمس، في برضو الكرود سيلفر بانديج ده في العلاجات، في فيتامين بي 12 في كاسبيري خصوصا للأعمار اللي ممكن ما تاخدش كبسولز أو تابلتس، في التلاجات سيلفر بيستخدموه في صناعة التلاجات، في برضو صناعة العربيات زي الهامر والمرسيدس، في الكور بتاعت التنس، وأيضا في المنسوجات. بالنسبة لتعريف النانو تكنولوجي، من اسمه كلمة نانو يعني حاجة في حجم النانو، تكنولوجي يعني تكنيك أو صناعة. في العديد من التعريفات الخاصة بالنانو تكنولوجي. هندي اكزامبل دلوقتي، يقول لك ان النانو تكنولوجي هو عبارة عن the design أو characterization أو application of structure أو devices أو systems at nanoscale. طب nanoscale ده يعني وزن قد ايه؟ من 1 إلى 100 نانومتر. يبقى أي تصميم أو توصيف أو تطبيق لأي أشكال أو أجهزة أو أنظمة والايتمز دي تبقى في حجم من 1 إلى 100 نانومتر، يبقى انا دخلت فيما يسمى بالنانو تكنولوجي. طيب ايه هو النانو كوحدة measurements؟ النانومتر هو عبارة عن 10^9 ملليمتر، يعني 1 متر في 1 بليونز او مليار من النانو.